يا ابن الحلال الشمس طاحت. انسى كذا ما انتس عندها انسى النبر خليها انسى مالك من ذراعك نجد شربك على يدين رجال هماش حنا وين بنروح ترى انا ما ادري وين بنروح ما غرقمت اقول معك انا بنروح سلمك الله الحين بنتغدى نيوان بنروح ان شاء الله الى جيزان جيزان ديرة الكرام وديرة المواهب المواهب اللي بالفطرة حافظ قرآن لاعب كورة عالم قاضي كل الناس المواهب فيها والله نعم خاوناهم وزامناهم ورحنا معاهم يا غازي والله ما هذا الا هذا اللي يقولون انا لما اشوف الليكسز القلب يذوب يا ولد الحمله هذه ويش انت وش تبغى بالاجواد هذا لا محملهم يا ابن حرام كان اخذت لك تاهو ايجار والله اللي مثل الشباب معنا يا اخي يا رجال لا تصل باب الحيل لا نشامه والله اي فيها الطامن وفيها العالي وفي شوف هلا يا ابو ربيع ما انا اللي ما بنشامه لا قول النشامه واجد يا ابو ربيع اي عم ما شاء الله على بحشر مشخص ودك يجلس على المرتبه بدون كلام لان المخصب ما شاء الله اول ما سمع طاري النشام شد اي يجي اركب 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 ماني بتسال تشلاني زي كذا اركب اركب انت وش تجي قال لي ابو غازي اركب ابو ياسر اركب اركب اي تعال كيف حالك ادري ان طبلتك اليمين ابو غازي قصدي ادري ان طبلتك اليمين تفجرت من سي بعدين حركه معاه الطبله كذا تسوي بقعد هي مسرع بما انكم حطيتوني رئيس مجموعه وقسمتونا في السيارتين وانا رئيس ترى بدر انتبهونه معكم ترى انا عز ابى اقول لك شيء تدري الرئاسه عندنا وشي إيه؟ اكثر واحد يدفع شوف انا عشان مشهور والله اي والله عشان مشهور انا شلت المحفظه عشان انا اتكلم يا الربع انا اتكلم اقسم بالله اني قاعد اتكلم طغوه هي لا تصورني ولا تركبني معك واتكلم انت وانت لازم في البدايه تاكل تبن اكلت تبن ليش بيت شوف في البدايه اقسم بالله صرت اكح تبن كيف لا تنسى الشرب هذه الله يعافيك شيرين بالله على الطاير طيب شباب ركز يوقع شيطان المشاهدات عندي في الساعه 200,000 اسمع ركز لي على ابو كاب ها انزل ارواح بخطيب اروح يا بجيك يلا يلا يا اصحابي انت معي ولا من غيري؟ انا معك واخاويك الله يحييك وشلون كفرات الاكورد؟ امور طيبه فك خلنا نشوف الزيت ونقوس ونشوف كل شيء مضبوط ان شاء الله السرعه يا شباب انتبهوا للسرعه انتبهوا مجموعة الموقرة يلا حي يا جماعة أي شيء تبون بطاطسات بالسكيت بنزين من الصيدلية سبحان الله يا مخلص ها يعني سبحان الله شوف فرق بفرق الشيخ يقول طليان ونياق وحفظ تقول بطاط ايش ابن بديع يقول كل الطيور الطير لكن يا ابويا الحر حر والحدة يحدة لا بس من دقائق رجلك على قد الحافق انا ادري ان الاشخاص اللي معي ما هم حقي ذبايح ولا هم حقي المنكوب منكوب يروح يجي منكوب في اعلانات اعلانات ما وصلت للمرحله هذه شير 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 بحاول بحاول اسوق بدالك تجد الشيخ تجد الشيخ واسوق بدالك انا قلت لك مال امي بالشيخ شفت ان الشيخ متواضع والله انك سواق ما انت اركب اركب وكلت على الله انا والجبر حقيني يا جماعه الخير انا الرئيس ولا الشيخ ها كيف الاطارات مشيك على السياره يا ابو عابد بس انت ترى مكانك هنا ورا ترى الشيخ يركبون لا انا من حرصي عليكم وبركم قدام عشان انا مسوق كمان ان شاء الله انكم مستانسين ومرتاحين معي مستانسين احنا ما شفناك اركب يا اليمين والله ابشر ولا بالبرنج زي الكبير كلكم يا ولد الكبير يعني تبغى كودر دمعي ولا بايسن ما بس لا القهوة مبرة انا شيخ الدربوية شوفوا القهوة غالية كوب بكم 16 لا هذا كوب خلي على 60 ريال شيء يا شباب اقروا دعاء السفر وسموا الله وتوكلوا على الله الرحيم توكلنا على القهوه انا عن داكل عن داكل وين تبغى من داي الربع اي والله نبغى يا الربع زحمه لا والله ما بزحمه الا الا والله الزحمه وناخذ من قدام دوبنا متخدين ناخذ من قدام الله يلعن بيس الشيخ حقنا هذه بدايتها لا لا بس زحمه الحين يا شباب زحمه بنتاخر على خيانه بنتاخر انا بنتاخر والله بنتاخر انا اخذ اعرف لكم بقاله حلوه لا لا في العقبه قهوه قدام الله يعين العقبه قهوه انا وش والله اللي بضحكم زي الكوب هنا بكم 17 22 الشيخ قاعد يقول في الاذكار قولوا الاذكار يبا الاكل تعوذوا من الشيطان قدام تبون سنتوم؟ ابشتري لكم سنتوم كل واحد بارد
انا رايحين ودوبنا متغدين، انا باخذ لكم شاهي احسن يعني، شاهي على الجمر. يا ولد احنا بناخذ ستاربكس ولا مشكله يا ريت. في هاي مساعد الشيخ في دانكن في يعني بيضبطكم. يبنا ناخذ مره شي شاي على الجمر في المتوسط. جربوا شاهي جمر، جربوا. اكسكيوز مي لو سمحت، ثلاثه شاهي، اربع شاهي جمر نعناع. اوفر الخسائر مالها لزوم. لازم تعطيك كوب ب22 عشان اجي شيخ؟ شيخه سياسه مالها لزوم. لازم تعطيك كوب ب22 عشان اجي شيخ؟ شيخه سياسه. جبت لك الشاهي وجبت لك العلوم الغانمه وجبت لك. لا اوصيكم يا جماعه الخير، الابدار ما الله حبه. هات حقي ابو سكر، هات الثانيين. قرب على الثاني ترى في دانكن وستاربكس وشغل. الله يبيض وجهك والله. ما يا عيال الدعوه على اللي الرغبه النفس وش تبى؟ عز الله انك رئيس مطلق والله. ما شاء الله عليك، كفو كفو يا ابو غالي. انا كلفنا عليك. لا 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 كل غالي ترى غالي. كم التكلفه الاجماليه؟ غالي ما قصر والله، ب 15 ريال من كيسي الخاص. والله ما قصر. والله انا قلت من ريال 65 ريال يزيلوا عندي. شيخ متواضع مره. باقي 50 ريال. ها. والله بنزين سيارة. بنزين لا قطة. ايه اسحب. لكم كلكم راكبين معي في السيارة. الله يجعل بالعافية يا شباب، تستاهلون. يعافيك يا الأمير. واضح انه من قلب. الله يبيض وجهه. المصفوط. الله يبيض. الحين الشيء اللي تصفطه يجي طعمه لذيذ. الله يبيض وجهه. أهل السيارة هذوليك رخوم وحقين فخفخة وحقين. لا ما بقعطية ترى نصهم مديون المسكين عليهم قروض. اي ولا يحبك تقول انت ما عندك. احنا على حقيقتنا. ابغى اسالك يا مخلد، ابغى اسالك شيء يعني انا خايف منه من البدايه. وش البنزين على من؟ البنزين قطه ما يحتاج. لا 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 والله. ليش يا اخي غازي يقول كل شيء على مخلد. ترك غازي، السياره احنا راكبين فيها اربعه ومن باب العداله والمساواه ما تلحقنا من 15 ريال. يا ابو خطيب يا ابو خطيب يا ابو خطيب يا ابو خطيب يا ابو خالد، الحين هذه كم كلفت؟ هذه من 15 ريال من كيسي الخاص دفعتها عنكم. والله يعني كلف عن نفسك. رجعوني الغازي يا شباب. كل واحد يعطينا سالفه يا ابن الحلال. بما انكم راكبين معنا وكل واحد على جواله هذه غلط، ولا هم من اساسيات الرحله ولا هم من اساسيات شباب في رحله. يا ابو خطيب انت ما فهمك الرئاسه. يا ابو خطيب هل برضو السواليف هذه من اختصاص الشيخه؟ اي نعم اي نعم. حتى لو كذب شيخنا راح يسواليف. يا جماعه كل واحد يعطينا سالفه ويدلي بيدلوي ما في شيء. عذابكم والله. طيب اسمع يا مخلد. يا اخي نبي نقعد على الجوال نغلق امورنا نشوف ايش في اعلانات ما في اعلانات كيف الدنيا. خلاص معكم 10 دقائق. انت اذا وصلت الحقبه الصماء وتعبت وتبغى نسوق ترى انا جاهز. سوق عادي. ايه عادي انا شيخ سوق متواضع ارحب متواضع وعاطي اريح خويا. بالله عطنا واحد محمد عبده يا ليلي يا جامع على الود قلبي. اي 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 شباتي هنا كل واحد له كيس. شباتي بالجبنه زي كذا شوف. خلوا قدامنا القنماوي كرويف ونحميها وناكلها. الله يرحم يا ولد. يا وش لك يا شيخ الزفت هذا؟ لهذه الدرجة تبغى توفر؟ قاطي لا يا غازي يا غازي يا غازي يا غازي يا غازي يا غازي يا عيال. الحين احنا دقمنا عند السفرة متر في متر. والله ما في متر 10 متر. طيب يعني ما ناكل الحين؟ احنا شبعانين. لا انا ماني شبعان. انا تقصع القمر على بطني خلاص ولا بس حب بذار حمو الشباتي وناكل في جيزان ان شاء الله ولا كلمة اسمع. إذا تعبت علم ترى معك سواق. الله يلعن ابليسه الشيخ بيسوق. ما ادري اتعب الزفت هذا. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. صلينا وعينا من الله خير. استاذن قبل ما تفك الكاميرا؟ لا والله ما احتاج يعني احنا خلاص حقوقنا في بعض دائم وحنا ايش تبون؟ تبون عشاء تبون غدا تبون؟ والله صراحه طلي صراحه يا اخي شايف وجهك اللي جيب الطلي؟ تبغى دجاج شوايه؟ والله هذا اللي تقدر عليه يا ابو. هذه نعمه ما فيها تمزل ولا فيها ضحك. انا اجيب لك طلي من عند الدرب. من انا اجيب لك طلي؟ جيب. ما تقدر؟ لا ما تعرف انت؟ ما تعرف المره يجي ولا هو شنو؟
ان كان ما تقدر علوم مره يجي يلعود تلقى واحد من كوردة هذا يا جماعه ترى الشيخه ما هبه الفلوس اه ويش الشيخه بالحنكه والمعرفه والادراك وتدارك المواقف تدارك المواقف الطفران مع بنزين 15 ريال شاي البنزين كم يفل الكورد هذا اللي غفلت نبعه في بنزين وخليك ريس امشي كم حطه ترى بعبي لنا نص التانك يا بعبي لنا هلا بالشيخ بشيخة الكورد ما في شيخ خلاص وانت غازل من الشو يا غازل ثيابي انت علامك تشرعي العم كنت تتركني يا غازل اترك مع واحد وما يعرف شيء ها يا غازل يا بي شاهي لا 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 ما اضربك خلاص ملينا من الشاي هذا اليوم مشينا يا غازي انا بالهم العلم الزين بس ما يبونه بالشواهي اي والله بريال ما عليك قلبنا الأمارة ما فيه خلاص قمنا عليه لا لا الحين لا الحين الأمير أنا الأمير ذحين والله ما تأخذ والله ما تأخذ الأمارة لو أروح في سيارة الحالي الشيخ فؤاد كسر خشم الأس أنت أخوخة أنت مشمش أنت حاجة والله تربي وصلنا الدرب يا جماعة الخير وتقاربت السيارات من بعض والله ما ندري كيف حالك يا أبو ذيب وشلونك أبشر وش خلاص هانت ما عاد الا يمكن ساعه ولا اقل ان شاء الله تعالى ونحط بطن جزاء قدامنا ان شاء الله تعالى الاستقبال والكرم الغير مستغرب من هالجزاء انت تعلمني في هالجزاء اتركهم بس يا ابو ذيب الفل والورد والعلوم بس الطيبة. كيف عاني صلبت الشيخه من ابها لنجيت اذكه بس مرة. شدها لنص جزاء بعدها معذور اكسرت ظهري انا بور انتهى عندي تبون يا افتك منها واقلعها والله ما غير اصرف 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 انت لها اثقل عن البوك حاطه هنا مطرفه عشان اسحب بس وحاسب انت لهذه يقول ما له ثقال لا ثقال ما في ثقال ولا في عن صرافتي مطرفها حتى على جنب يا ابو ذيب الشيخه صعبه الشيخه الصعبه والله يلعنين عاد تشيخت عليك ولا عاد ابو الشيخه لا بدين ولا بختمه بجلس انسان ما في بنزين معك 50 ابى اكمل على 50 معي اكمل الشاهي عيال ثالث شاهي نشربه من محروم من الشاهي يا ولد يا ولد العظيم انك شيخ وانك دندور وانك صحتور شوف شوف الشاهي انا اقول علومك كلها العود يقفيه رايب المجزي من ما لقيت شيء وسكر بعد سكر حرام انك شيخ ميديم سكر ميديم المشكله ما في الشيخ المشكله في الجبر اللي تحت الشيخ يا اخوي ما يرضيهم شيء شفت هذول اخوياك هذول يا ولد هذا المشايخ اللي صدق اكلينها ليه جاء خبر؟ لا أبهر ملتهب عندي وبعدين يجيهم نقاني يقل كل شوي نبا كذا أنت ما إيه تأخذ رأينا رخوم رخوم اللي بيضرون روسهم بشانة ما إيه؟ بعضهم يضر الله ما يضر ذكري لو بشانة إيش عندكم أنت محمد ربكم؟ سنة شوف سعيد معارض عليك كافي يقول أبا طلي طلي, طلي من أنا أجيب لك فطة طلي والله أنت وأنا شاكت معنا قريب تلع طلي انت لا شيخ ولا شيء انت مخذينك بس تكملت عدل على لقب ما نقلق على الشيوخ انا زيك هاي يا سعيد انت يا سعيد علامك رح الجيب انت يا غازي شهرت عيال عمك يلا يا قلع انت ما شهرتني وانا انت مشهير عيال عمك وانا وانا صاحبك ليش ما تاخذني للكفي يا سعيد انا كنت غششك في ماده الاحياء ابى سير مشهور زيك انا عطني النجمه يا غاز يا غاز يا غاز انا من ربعك يا غاز يا غاز والله يا سعيد فكره 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 من هذا ما في صدقه وفي البيت مست ما في صدقه والبيت فيه مست حق غاز يا غاز انا يا غاز ولد استقبلونا هالجيزان بالورود واليوم الغانم يا جماعه الخير انا رحت ريحه فواحه تعرفون الفواحه؟ ها هذه حسبوا في الشرق لا شيء خذكوري بالله اضحكوري هذه عتشاوة لا هذه هذه وردة ترى مسكت الوردة زي كذا عشان 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 الوردة ترتاح بالله ما تضغط على بعدين من الرومانسية ما تشمها كذا كذا لا غلط تنزل الوردة كذا وتشم تنشقها يمكن فيها هذا ولد دبور تنشق يروح لا لا ما فيها دبور الدبور ولا خاف ايش قصدك؟ لا عند التبر الزابر هاي تفشم كذا تحترم نفسك ولا الله يكثر خير هالجيزان يا ابو الله يجيد عليهم وبيض وجيه عز الله حجر والله لو ماني معك الدنفوس ما يحطوا لك الورده قسم بالله لفه اللي ذاك اليوم برزيم عزم ورده من عنده حكوله حكوله ايش الحلاوه دي؟ يا ولد انت من اليوم اغاني وميوزك والحين الورد ما خليت ولا ورد الا خميتها ايش والله البارحه ما طاب جفني بالكرم والناس حولي
بالحنا ورقودي سلام من الوناس يا اخي جعل والله ما يستانس غيرك. شوف يا ابو ايش اللحظه شوف شفت الفل هذا الفل والله انت والياسمين والله انا قلنا شاده معك رومانسيه اليوم كامل. اسمع يا اخوي لا شفت الكروب انا لا شفت الورود القلب يذوب على طول على طول اساكم بالله سوداوت اي على الرجاء هذا عطوا سوداوت